كده خلصنا جزء الهيلمنسز. دلوقتي هنتكلم عن البروتوزوا. البروتوزوا هي الكائن وحيد الخلية، بروتو يعني واحد، فهو كائن وحيد الخلية. وصفها 3 كلمات: smallest مفيش أصغر من كده، خلية واحدة، simple بسيطة جدا مفيش أي complexity، most primitive يعني بدائية جدا. أظن الكلام شارح نفسه. طيب في 2 stages أقدر أشوفهم في البروتوزوا: تروفوزويد وسيست. نفتكر إن التروفوزويد هو الكائن الحي بتاع الأميبا. يعني إيه الكائن الحي بتاع الأميبا؟ يعني اللي بياكل وبيمشي وبيكبر. 3 كلمات دول مهمين: ياكل، يمشي، يكبر، عشان بعد كده لما هناخد البارازايت، هناخد البروتوزوا، هنقدر نعرف دي الصوره دي تروفوزويد. ده ليه اهو اورجن اوف موشن بيمشي بيه والاكل جواه اهو وبيكبر في ستيجز منه. طيب الستيج الثانيه اللي هي السيست. السيست يعني حوصله، يعني حاجه متحوصله متقوقعه جوه نفسها، فهي ريزيستنت فورم، هي ريزيستنت ستيج. دورمنت يعني هي خامله، وهي دي الانفكتيف اللي الانسان بياكلها وهناخدها في اللايف سايكل بتاعته. الحقيقه ان في شكل من اشكال اسمه اوسيست، انا زودت او يبقى معنى كده ان فيها ثيك وول. نفتكر كده اوسيست ده بقى عندها فيري ثيك وول جواه السايكل. ندخل بقى جوه الخليه ديت ونشوف الخليه دي عايشه ازاي. لما انت كلك على بعضك خليه بتعيش ازاي وبتمشي وتكبر وكل ده بيحصل ازاي؟ يقول لك لا انا صغير بس نينجا، عندي كل الاورجانيلز اللي تخليني قادر اعيش. يعني ايه؟ قول لي يا عم زي ايه؟ انا خليه عندي بلازما سيل ميمبرين زيك، خلية ليها جدار فور بروتكشن. وبعدين ندخل جوه هنلاقي زيك كان عندي سايتوبلازم. ده انا كمان السايتوبلازم بتاعي اتقسم وبقى اكتوبلازم الجزء البراني اكتو، واندوبلازم ده اللي جوه. الاكتوبلازم ده كلير، هي لاين فاضي، امال بعمل بيه ايه؟ فور موشن، بيساعد في حركتها. والاندو ده اللي جوه، ده قلبها اندو اللي جوه، وده جرانيولر لان فيه اورجانيلز كتير جدا. في خلية من غير نيوكليوس؟ لا، فانا عندي نيوكليوس برضو، والنيوكليوس ده العقل المدبر بتاعي. يعني ايه العقل المدبر؟ يعني دي اللي مسؤولة عن الريبرودكشن ومسؤولة عن الريجوليشن لكل الفانكشنز اللي بعملها. ده هي دي فيها الجيناتيك ماتيريال، يس، فطبيعي هي دي المسؤولة عن كل حاجة. النيوكليوس ده عبارة عن ايه؟ ممبرين وكروماتين، والكروماتين ده يبقى كتلة كده مكلكعة كوندنسد او يتقسم لبريفرال وسنترال. تمام، ندخل بقى جوه الاندوبلازم وعرفني بقى يا سيدي الاندوبلازم دوت بيشتغل ازاي. الاندوبلازم ده جواه اورجانيلز، صح؟ احنا قلنا ان هو جرانيولر، والاورجانيلز عشان ما ننساهاش متجمعه في كلمه فام فج. فام فج، في فور فاكيولز، اي اندوبلازم كريتيكولم، ام ميتوكوندريا، اف فود، جي جولجي اباريتس. نقولهم تاني: فاكيول، اندوبلازم كريتيكولم، ميتوكوندريا، فود، جولجي اباريتس. نحكي الحدوته بقى بتاعت البروتوزوا عشان نفهم الدنيا دي بتشتغل ازاي. البروتوزوا دي بتاكل، اكلت ايه؟ فود. وبعد ما اكلت فود عايزه تهضمه، يعني محتاجه انزيمز ومحتاجه ميتابوليزم. بعد ما هتهضمه هيطلع لها طاقه، فمحتاجه حاجه فور انرجي برودكشن. وبعد ما طلعت طاقه يلا بقى ارمي بقى الزيادات، اخراج، اكسكريشن، وفي الاخر يلا بقى نجري نهضم اللي احنا عملناه ده. خطوه خطوه مع بعض عشان نفهم الحدوته دي. هتاكل، يعني انا لما هبص جواها تحت الميكروسكوب هشوف جواها فود فاكيولز. فود فاكيولز لو كان بروتين هيبقى شكل كروماتايد بودي، ولو كان ستارش يبقى على شكل جلايكوجين. خلصنا اول جزء، اكلت يا ست، يلا محتاجه اهضم بقى. الانزيمز اللي مسؤول عنها اندوبلازميك ريتيكولم، والميتابوليزم مسؤول عنه جولجي اباريتس. انزيمز اي اندوبلازميك ريتيكولم إيه. تمام، خلصنا الهضم والميتابوليزم والليله ديت. عايزه بقى اطلع طاقه، انا هستفيد بالاكل ده ازاي؟ هطلع الطاقه الانرجي برودكشن مسؤول عنها الميتوكوندريا، زيها زي الناس العاديه. احنا عندنا الميتوكوندريا مسؤوله عن الانرجي والريسبيريشن، هي نفس الفكره. اكلنا وحلينا وخلاص بقى ننظف بقى الخليه يلا ونكنس، عايزين نعمل اكسكريشن اللي هي الاكسكريتوري فاكيولز. يلا بقى نجري عشان نهضم. هنجري ازاي؟ انا محتاجه اورجان اوف موشن. الاورجان اوف موشن بتاع البروتوزوا دي ازاي؟ ده انت خليه واحده، انا طلعت لنفسي رجلين اللي هي سودوبوديا، بروزات كده من كل ناحيه، او شعر كتير اتحرك بيه بالاهتزاز تبقى سيليا، او شعرايه طويله جدا بس اقدر اتحرك بيها الفلاجيلا، او بقى يا سيدي انا ما عنديش حاجه تجريني بس انا بعرف اتزحلق، يبقى بطريقه الجلايدنج.
يلا بينا بقى نعرف الخلية ديت بقى بتعمل ازاي الريسبيريشن ونيوتريشن واكسكريشن وسكريشن. كل ده بيحصل ازاي؟ الريسبيريشن قلنا في الهلمنسز ان الريسبيريشن بتاعها كان شكله ايه؟ الريسبيريشن كان انيرابيك، لان هي جوه اليومن، جوه انتستين، جوه بايل، جوه اي حاجه، ما هي بعيد عن الهواء. لكن هنا في البروتوزوا فيها واحده بتقعد جوه الاربسيز اللي هي البلازموديوم مالاريا. البلازموديوم دي قاعده جوه الاربسيز، والاربسيز ده اصلا جواه الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الاكسجين. طب انا ليه ما استغل؟ فدي ممكن تبقى ايروبيك، يبقى ريسبيريشن يا اما يكون ايروبيك ودي الحاله الوحيده، والمعظم انيروبيك. طيب نركز بقى في الثلاث حاجات ايه اللي جايين دول عشان مهمين، نيتريشن اكسكريشن سكريشن. نبدا بالاسهل، سكريشن في الحدوته اللي احنا لسه حكيناها قلنا ان هي محتاجه انزيمز عشان تهضم بيها، يبقى بتعمل سكريشن لانزيمز. وكمان هي بتعمل بلاوي وبتعمل ديزيز. بتعمل الديزيز ازاي؟ بتطلع توكسينز وانتيجنز. توكسينز تعمل بيه الاعراض، والانتيجنز عشان تصحي الاميون سيستم، يبقى ده السكريشن. طب الاكسكريشن والنيتريشن، انا عايز اكل، هاكل بايه؟ ماوس ببق. طب ما عنديش بق، هعمل امتصاص من الجدار بتاعي، ديفيوجن زي السيستود او سودوبوديا. هتاكل ازاي بالسودوبوديا؟ ادي بروس طالع من هنا وبروس طالع من هنا، تلف وتعمل انجلفمنت، تاكل تحوط كده الحته بتاعت الاكله اللي هتاكلها وتهب بتروح زقها جواه، يبقى دي نيوتريشن باي سودوبوديا. طيب الاكسكريشن، حاجات لبره وحاجات لجوه، اتنين لبره، سايتوفيج فاتحه لبره اوبننج، حاجات لبره ديفيوجن تطلع من خلال الجدار بتاع، يبقى ديفيوجن ممكن لجوه وممكن لبره. طب حاجات جوه للاكسكريشن، فاكيول تجمع لي كل الويست في فاكيول كده معينه، والفاكيول دي في قمه الدقه سبحان الله، تطلع ناحيه الجدار وتلزق فيه وتروح فاتحه وتطلع كل اللي فيها ده بره. او بريسيبيتد، بريسيبيتد يعني ترصب الويست ديت جوه الخليه. يبقى الاكسكريشن حاجتين لبره، سايتوفيج وديفيوجن، وحاجتين لجوه الفاكيول والبريسيبيتد. عندي بقى حاجه البروتوزوا مميزه بيها اسمها انسيستيشن. يعني ايه انسيستيشن؟ الحوصله. اكن البروتوزوا بتقول لي هو انا عشان غلبانه هتيجوا عليا؟ لا خلي بالكم، ده انا ممكن اعمل لنفسي جدار يحميني من كل اللي انتوا بتعملوه لي. اول ما تلاقي انفيفربل كونديشن البروتوزوايه ديت، تروح عامله سكريشن لول حواليها وتدخل تتقوقع جواه زي السلحفه اللي بتدخل جوه الصدفه اللي عليها، وتبقى ان اكتيف سيست. اول ما الظروف بقى تتحسن تروح مكسره الجدار ده وتطلع تكمل بقيه حياتها. طيب في بقى جزء مهم كده عايزين نتكلم عنه، هو الريبرودكشن. ناخد نفس كده نتكلم عنه. الريبرودكشن بتاع البروتوزوا ممكن يبقى سكشوال، ممكن يبقى اسكشوال. سكشوال اللي احنا عارفينه ومتعارف عليه جاميتوجني، يعني عندي ميل جاميت وعندي فيميل جاميت يتحدوا مع بعض يكونوا لي زيجوت، وخلصت الحدوته على كده، ويتجوزوا ويجيبوا صبيان وبنات، وما عندهاش مشكله في الموضوع ده. لكن في شكل تاني للبروتوزوا اسمه كونجيوجيشن. كونجيوجيشن بقى دي البروتوزوا الكسلانه، انا عندي واحده ومعاها واحد، لزقوا بعض، بدلوا الجيناتيك ماتيريال وفصلوا عن بعض تاني ولا اكن حاجه حصلت، يبقى اسمها كونجيجيشن، اتحاد. الاسكشوال بقى، وهنا مهم جدا الاسكشوال في الريبرودكشن بتاع البروتوزوا عشان هو ده الاساس. احنا عارفين الاسكشوال ريبرودكشن اللي هو الانقسام الميتوز اللي احنا كلنا عارفين اسمه باينري ديفيجن، يعني الخليه تدي اتنين. طيب الخليه هتدي اتنين ازاي؟ يا اما تمط طول او تمط عرض، ويجي لاين اوف ديفيجن يقسمها لاتنين. تمط طول يبقى اللاين اوف ديفيجن هيكون ايه؟ هوريزونتال، وتمط عرض يبقى اللاين اوف ديفيجن هيبقى فيرتيكال، تدي خليتين. في بعض السبيشيز تتنقسم لونجيتودينال، يعني الباينري ديفيجن دوت اللاين اوف ديفيجن بيبقى لونجيتودينال يقسمها لاتنين بالطول، ليه؟ فلاجيليتس لونجيتودينال ال وفلاجيليت ال، او ينقسم هوريزونتال زي ايه؟ زي السيليتس، او بقى ما عنديش لاين اوف ديفيجن مظبوط اللي هي المجعبره بتاعتنا الاميبا. طيب الشكل الثاني للاسكشوال ريبرودكشن شايزوجني. شايزوجني، شايزوجني يعني الفصام. نعرفها التفتيت. يعني ايه التفتيت؟ يعني نيوكليوس، خليه قاعده في امان اللا نيوكليوس بتاعتها قررت تتفتت لحتت صغيره، وبعدين السيتوبلازم يقولوا اشمعنى انا؟ السيتوبلازم كمان يتفتت ويعملوا لي خلايا كتير، والخلايا دي تنفصل عن بعض. الاسم اللي هو بتاع الفصام، الفصام دوت اللي هو واحد عنده كذا شخصيه، فدي نفس الفكره، اكن الخليه ديت جواها كذا شخصيه، وبعدين ينفصلوا بقى عن بعض ويبقى كل واحد فيهم يمشي مع نفسه. الطريقه الثالثه اللي هي الاندو دايجوني. اندو دايجوني كده نركز فيها، اندو يعني جوه،
الاندو دايجوني ده معناه بادنج، بادنج اللي هي البروزات، بروزات يعني تيجي خلية يطلع لها بروزين كده جواها، تو بادز، تمام؟ والبادنج دي تفضل تكبر 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 وتروح مستولية على المذر سيل وتنقسم لاتنين، يبقى دي اسمها اندو دايجوني. نفتكرها اندو يعني حاجة بتحصل من جوه، اللي هي البادز اللي من جوه، تمام. دلوقتي بقى هنتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاعة البروتوزوا. الكلاسيفيكيشن اوف بروتوزوا احنا قلنا اكوردنج للاورجان اوف موشن، ممكن تكون تتحرك بسودوبوديا هي الاميبا، او سيليا تبقى سيليتس، فلاجيلا فلاجيليتس، جلايدنج تتزحلق، كوكسيديا او سبروزوا، او ما عندهاش اورجان اوف موشن خالص البلازموديوم. ليه ما عندهاش اورجان اوف موشن؟ لان البلازموديوم دي اصلا بتبقى جوه الار بي سيز في الغالب، فبتتحرك بحركه الار بي سيز، فانا مش محتاجه اورجان اوف موشن، احفظوها كده. طب اكوردنج للهابيتيت دي سهله قوي، دي ممكن تبقى في انتستين زي الجارديا والاميبا اللي بيعملوا اسهال للعيال الصغيره، او ممكن تبقى في بلاد لسه قايلين عليها البلازموديوم اللي قاعده في الار بي سيز، او ممكن تبقى في تيشو توكسوبلازما تي يو تي، او تبقى في البقل اللي هي اسمها بقل بروتوزوا اللي بتبقى قاعده جوه الماوس زي الانتاميبا جينجيفاليس جايه من الجينجيفا اللي هي الجمز، واليوروجينيتال اللي هي الترايكومونس فاجينالس بتاعه الفاجينا. طيب اللايف سايكل بقى بتاع البروتوزوا قمه في البساطه، ما فيهاش اي تعقيد خالص غير الهيلمنسز. عباره عن ايه؟ انا باكل ايه؟ الانسان عشان يحصل له عدوى، الانسان او غيره بيحصل له ايه؟ بياكل عدوى منين؟ هل انا هاكل الكائن الحي اللي بيمشي اللي هو تروفوزويد؟ لا، انا هاكل السيست. هتاكل سيست هتدخل جوه الجسم. الله، ايه ده، دي الكونديشنز كويسه جدا، ده البي اتش بتاعها مظبوط ودرجه الحراره تمام، يلا نشيل الوول بتاعنا، يحصل لها اكسستيشن وتبقى تروفوزويد. تروفوزويد ده ياكل ويكبر ويعمل لي بلاوي، وياكل ويكبر ويعمل لي بلاوي، وبعدين قرر ان هو انا عايز انزل خلاص انا هطلع، فيجي تروفوزويد منهم يكون له سيست وول حواليه، يعمل انسستيشن ويبقى ماتيور سيست وتنزل في الفيسز. تنزل في الفيسز، انا قاعده جوه السيست بتاعتي محافظه على نفسي عشان ما يجيليش بقى جفاف ويجيلي مطر ويجيلي سخونيه والحراره بتاعت الشمس والحاجات دي تموتني، لحد لما يجيلي واحد ابن حلال يتولاني وياكلني تاني. لما ياكل السيست دي تدخل تعمل فرح وتقول يلا هي الظروف بقت كويسه وتعمل اكسستيشن. يبقى اللايف سايكل عباره عن ايه؟ انجشن اوف سيست، اكسستيشن، تروفوزويد، انسستيشن، ماتيور سيست، تنزل في فيسز، وهكذا تفضل تلف السايكل. كده احنا خلصنا الكلاسيفيكيشن، خلصنا جزء الهيلمنسز، عرفنا ايه الترماتود والسيستود والنيماتود، اخدنا فكره عامه عن الكلاسيفيكيشنز بتاعتهم، وبعدين اتكلمنا عن البروتوزوا الكائن وحيد الخليه ده بيعيش ازاي اصلا، وخدنا الكلاسيفيكيشن بتاعته وفكره عن اللايف سايكل بتاعته. اتمنى المحاضره تكون مفيده بالنسبه لكم، هنكمل بعد كده بقى ان شاء الله بقيه البارازايتس بالتفصيل.